بعد عام 2003، بدأت معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات المائية بالانخفاض بنحو 50% عن معدلاتها الطبيعية في الأعوام الماضية، فتسبب انخفاض مليار لتر مكعب من المياه بخروج 260 ألف دونم من, من الأراضي الزراعية المثمرة من الخدمة وفق إحصائيات شبه رسمية. ورغم تاكيدات وزاره الموارد المائيه المتكرره ان لديها خزينا مائيا كافيا الا ان مناسيب نهري دجله والفرات انخفضت بشكل كبير خاصه في المحافظات الجنوبيه ما دفع بمنظمات حقوقيه ونقابات الى التحذير من اثار سلبيه كبيره على القطاع الزراعي واحتمال توقف بعض محطات مياه الشرب في تلك المحافظات أما إيرادات المياه القادمة من إيران فهناك تفاوت وقلة في الإيرادات في سد دربنديخان في محافظة السليمانية حيث وصلت إلى معدلات متدنية جدا وكذلك سد دوكان والتي وصلت نسبة الانخفاض فيه إلى 70% لكن تبقى محافظة ديالا هي الأكثر تضررا لأنها من المحافظات الزراعية المهمة ومصدر اروائها يعتمد على نهري ديالا وسيروان بحوالي 80%. وتسبب انخفاض معدلات الايرادات المائيه في مناطق وسط وجنوبي البلاد لا سيما الاهوار بارتفاع نسبه الملوحه وتباطؤ سرعه جريان هذا المجرى مع احتمال تكرار الجفاف في ظل معدلات تبخر عاليه. الامر الذي ادى الى نفوق الاف الحيوانات والاسماك وهجره السكان المحليين بحثا عن مصادر مياه بديله. ويقول خبراء في الموارد المائيه ان تناقص امدادات المياه الصالحه للشرب كما ونوعا وتدهور البيئه وملايين الدونمات من الاراضي الزراعيه وخروجها من الخدمه. سيسرع في زحف الصحراء نحو المدن وزياده الهجره من الريف بسبب قله مياه الري والتنافس الشديد عليها ويحذر خبراء السياسات المائيه من ان العراق هو الطرف الخاسر في المعادله المائيه اذا استمر الجفاف بهذا الشكل وتحكم دول الجوار المائي بالمياه والتقاسم غير العادل لها في ضوء حاجه العراق الى اكثر من خمسين مليار متر مكعب من المياه كحد ادنى لتلبيه متطلباته المائيه وقد ادى معدل الانخفاض الحالي الى مخاوف في العراق من نقص كميه مياه نهر دجله الى نصف الكميه بعد ان بدات تركيا تشغيل سد اليسو ما عجل في انخفاض منسوب المياه ووضع العراق امام مشكله حقيقيه تفاقمت بعد تحويل ايران مجرى الانهار التي كانت تساهم بتزويد العراق بالمياه وتاتي الثروه الحيوانيه ثانيا بعد الزراعيه خاصه تربيه الاسماك بتضررها من هذا الجفاف لا سيما مناطق الوسط والجنوب التي تكون اشد تاثرا من المناطق الشماليه لان الزراعه تعتمد بشكل شبه كلي على مياه الانهار ويحمل مختصون الحكومات المتعاقبه مسؤوليه عدم وجود استراتيجيه واضحه لحمايه الامن القومي المائي. وانشغالها بالصراعات السياسيه والفساد ونهب مقدرات الدوله العراقيه وعدم الاكتراث لمصالحها العليا ومنها المياه